الرحمن الرحيم. حبايبي صباح الخير، ماما بركه بتصبح على حبايبها، وبقول لكم انا جاتني دعوه من حبيبتي دودو دعاء فاروق، انا جايه احضر المعرض بتاعها. قالت لي انا مبسوطه لو جيت حضرت المعرض، فانا جايه احضر مع حلوه الجميله حبيبه قلبي دودو. حبايبي تعالوا معايا. حبايبي طبعا انا داخله اهوت، المكان جميل، راح اقابل حبيبتي دودو والحاجات جميله. تعالوا معايا، يلا انا راح اهوت، راح اشوف مدام دعاء. يا ماما بركه يا حلوه، احلى دعم يا حبيبتي، يا حبيبتي يا فاطمه. ماما بركه حبيبتي، حبيبتي ربنا يحفظك يا رب، كتر ألف خير. سمر ممكن نمسكي كده؟ طبعا انا رحت قابلت حبيبتي دودو ولفيت في المعرض ولقيت اللبس جميل، وانا بدور على لبس اهوت، هجيب لبس من هناك. الرحمن الرحيم. طبعا انا جيت المعرض بدعوه من حبيبتي دودو، انا جيت واشتريت حاجات من هنا، بس اما اروح اوريها لحبايبي. اشتريت من معرض دودو حاجات جميله متهوده ومعرضها جميل، واللي يحب يجي بكره يجي. النهارده 19/2 وهو لسه لحد 20. المعرض جميل. وبعدين جبت بقى العيال بنتي اللي بقى سوشي والحاجات دي، انا طبعا ماما بركه ما بتعرفش الحاجات دي، بس طلبت لهم طلب اهوت، وجبنا مانجا من معرض برد بتاعت حبيبه قلبي. طبعا احنا رحنا طبعا قعدنا في الكافيتيريا، ورايحين بقى العيل يتفرجوا بقى على الحاجات اللي هناك دي، وانا رايحه معاهم برضه، انا بحب الحاجات دي، اتصور انا وهم استذكار وحاجات حلوه كده، انا بحب الحاجات التفريحي. وحبايبي والله حاجات جميله اهو، وهتشوفوا ماما بركه بشكل تاني، والمكان تحفه. روحوا المعرض لسه بكره مفتوح، انا رحت النهارده 19/2 ولسه لحد يوم 20، والحاجات جميله فيه. طبعا انا جبت الفساتين ووريتها لدودو، عجبتها هقيسها بقى، هخش انا قيستها جوه، واما اروح البيت طبعا هقيسها في البيت واوريها لك. بالصلاة على النبي. حبايب ماما بركة، النهاردة كان يوم سعيد، كان يوم جميل. جميلة دودو بعتت لي دعوة ورحت المعرض بتاعها وقابلتها. اتفرجوا على الفيديو من الأول للآخر، هتشوفون أنا والجميلة دودو دعاء فاروق العالمية الكبيرة. جميلة. ورحت المعرض وجبت فساتين من هناك هي لماما بركة أهو، جميل. والحاجات هناك جميلة ورخيصة، والله حاجات جميلة تحفة ومتناول ايد الجميع. وبكرة برضو هي عندها معرض، لبرضو اللي يحب يروح يروح، حاجات تحفة هناك وفي كل شيء. وفي امريكانا بلازا الشخصية، امريكانا بلازا في الشيخ زايد، وفي بقى ملابس وفي تحف وفي اكسسوارات وفي كل حاجة. ماما بركة بقى جابت من هناك ليها فستانين، دي واحد جينز والتاني هوت برضو جميل بالظبط اهوت، وحلو فيه جميع الالوان، بس انا نقيت اللونين دول يعني عشان مش عندي اللونين دول. ماما بركه بتقول لحبايبها الحاجات هناك جميله عند في المعرض بتاع استاذه دعاء، واللي يحب يروح ده سهل خالص مش صعب. وبالصلاه على النبي حبايبي تابعوا الفيديو هتلاقوا حاجات جميله، وبالصلاه على النبي مستنياكم في الفيديو الجاي.